يظن الكثيرون أن كل ما يشاهدونه داخل أفلام السينما يكون متفقاً عليه بين صناع الفيلم. هذا صحيح بالفعل، ولكن ليس دائماً، فهناك أشياء من الممكن أن تحدث في خلفية المشاهد ويتم تصويرها دون قصد، كتلك السيارة التي كانت تركن في خلفية أحد المشاهد الشهيرة في الفيلم العالمي القلب الشجاع بريف هارت، وغيرها من الأشياء التي تم تصويرها بالمصادفة في العديد من الأفلام، وهو ما سنستعرضه معكم في هذا الفيديو. أثناء تصوير أحد المشاهد على الطريق في فيلم Being John Malkovich، قام أحد المرة بإلقاء علبة صفيح اصطدمت برأس جون مالكوفيتش، الشخصية البطلة داخل الفيلم، وبدأ أن المشهد مخططاً أن يتم تصويره بهذا الشكل، ولكن مخرج الفيلم صرح بأن هذا المشهد لم يكن مخططاً له بهذا الشكل، ولكن ما حدث خدم الهدف من وراء هذا المشهد، وأن هذا المشهد كان سبباً في كسب الكثير من الأموال، وأنه لا مانع من صدفة تعود بمثل هذا النفع. خلال أبرز مشاهد فيلم The Last Samurai، تقوم الشخصية التي يجسدها توم كروز بالرجوع على جواده إلى داخل صفوف جيش الساموراي خلال المعركة الأخيرة في الفيلم، وبينما كروز يهبط من فوق حصانه، قام الحصان بركل أحد الجنود في خلفية المشهد دون تخطيط مسبق لحدوث هذا الأمر في هذا المشهد، ولكن هذا الجندي تصرف بمنتهى الهدوء ورجع خطوة للخلف ودخل إلى صفوف دون أدنى بلبلة تؤثر على سير المشهد. في أحد المشاهد المشهورة في فيلم Pirates of the Caribbean، حينما استولى جاك سبارو على سفينته بلاك بيرل في آخر مشاهد الفيلم، أمر طاقم القراصنة المصاحب له بالذهاب للعمل، وبمجرد أن بدأوا بالحركة ظهر رجل في خلفية المشهد يرتدي تيشيرت أبيض اللون وقبعة لرعاة البقر وينظر بعيداً داخل المياه. بالطبع وجود هذا الأمر في خلفية المشهد لم يكن مخططاً له، ولكنه مر وكأن هذا الرجل هو أحد أفراد الطاقم الموجود على سطح السفينة. في أحد أفلام جيمس بوند كانت هناك قطة بيضاء تظهر في معظم المشاهد بصحبة أحد أبطال الفيلم، ولكن هذه القطة الجميلة يبدو أنها فقدت التحكم بهدوئها أثناء تصوير أحد مشاهد الانفجار في نهاية الفيلم، حتى أن دونالد بليسمس الذي يجسد شخصية بلوفيلد صاحب القطة داخل الفيلم بذل قصارى جهده للسيطرة على القطة أثناء حمله لها في هذا المشهد. يبدو أنها كانت تحاول البحث عن مخرج نتيجة شعورها بالخوف والهلع جراء الانفجارات، ويبدو أن هذا أيضاً لم يكن مخطط له كما بدا داخل المشهد. في بداية التسعينات حاول هالك هوغان اللحاق بمجال التمثيل، ولكنه لم يكن موفقاً، والجميع أرجع السبب في هذا إلى دوره في فيلم ميستر ناني في عام 1993. لم يضف إليه، ولكن هذا ليس موضوعنا، وإنما موضوعنا أنه أثناء قيامه بالتجول على دراجته البخارية في أحد مشاهد هذا الفيلم، التقطت الكاميرا أحد الأشخاص في خلفية المشهد وهو يلقي بكلب في البحر، ولا أحد يعرف حتى الآن من هو هذا الرجل ولماذا فعل هذا بالكلب، ولماذا من الأصل لم يتم حذف هذا في مونتاج الفيلم.